إيلي كوهين أخطر جاسوس زرعته إسرائيل في قلب المنطقة العربية. نجح الموساد في زرعه جوه مصر فترة ثم زرعه في قلب سوريا. قاد عمليات إرهابية في مدينة القاهرة ومدينة اسكندرية. أشرف على سفر اليهود المصريين في قلب إسرائيل. وصلت عملياته وتحركاته إلى درجة إن هو كان على وشك إن هو يتولى رئاسة الحكومة السورية في يوم من الأيام. زود الموساد بأخطر المعلومات اللي قلبت الموازين العسكرية والسياسية في قلب المنطقة. المخابرات المصرية عن طريق رفعت الجمال الشهير باسم رأفت الهجان وبالتنسيق مع الرئيس السوري نفسه أمين الحافظ نجحت في الكشف عنه وإلقاء القبض عليه ثم إعدامه. ولا زال الموساد لحد تاريخ النهاردة بيمجد في تاريخ إيلي كوهين لأنه كان واحد من أهم وأبرز وأخطر جواسيس الموساد، واللي احنا هنتوقف عند عملياته في مصر وسوريا خلال الحلقة دي. لكن قبلها شير ولايك للفيديو ده وكومنتك الجميل. أنا أحمد عبد الهادي وإنت من حقك تعرف. الياهو شاؤول كوهين يهودي الأصل، اتولد بمدينة اسكندرية بمصر يوم 26 ديسمبر سنة 1924. عيلته هجرت من مدينة حلب السورية لمصر سنة 1924. خلال طفولته دخل مدارس دينية يهودية وبعد كده درس الهندسة بجامعة القاهرة، لكنه ما كملش تعليمه. احترف وأتقن اللغات العبرية والعربية والفرنسية بطلاقة وانضم لمنظمة الشباب اليهودي الصهيوني في اسكندرية، وكان متحمس جدا للسياسة الصهيونية تجاه الدول العربية. وبعد حرب 1948 كان بيدعي مع غيره من أعضاء منظمة الشباب اليهودي لهجرة اليهود لفلسطين، وفعلا هاجر أبوه وأمه وثلاثة من إخواته الإسرائيل وهو فضل في اسكندرية. وخلال الفترة ديت وصل إبراهام دار لمصر واللي اتعرف بعد كده في مصر باسم جون دارلينج. وإبراهام ده واحد من كبار الجواسيس الإسرائيليين واللي تم تكليفه بأن هو يساعد اليهود في مصر على الهجرة ويساعد في تجنيد عملاء لصالح إسرائيل. واشتغل إيلي كوهين تحت قيادة إبراهام دار وأما عاب تشكيل شبكة للمخابرات الإسرائيلية بمصر واللي نفذت سلسلة من التفجيرات في بعض المنشآت الأمريكية في القاهرة واسكندرية. وكان هدف التفجيرات ديت إفساد العلاقة ما بين مصر وما بين أمريكا. وسنة 1954 تم إلقاء القبض على أفراد الشبكة ديت في فضيحة كبيرة اتعرفت باسم فضيحة لافون. ومع التحقيقات اللي تمت في مصر نجح إيلي كوهين في إن هو يقنع المحققين ببراءته. وسنة 1955 اختفى من مصر وراح لإسرائيل والتحق بالوحدة رقم 131 بجهاز الموساد الإسرائيلي ورجع تاني لمصر. وبدأت المخابرات المصرية اللي تأسست سنة 1954 تمارس مهامها وتشتغل ورصدت تحركات إيلي كوهين واللي زيه. وقامت المخابرات المصرية باعتقاله مع بدء العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر سنة 1956. وبعد ما تم الإفراج عنه هاجر لإسرائيل سنة 1957 واستقر هناك فترة وبدأ الموساد يجهزه عشان يشتغل في سوريا. ما كانش صعب عليهم ان هم يدربوه على اللهجة السورية عشان المهمة الجديدة لانه كان متدرب كويس على اللغة العربية بحكم نشأته في اسكندرية. ورتب له الموساد حياته وشخصيته ودنيته الجديدة باعتبار ان هو سوري ومسلم واسمه كامل امين ثابت وان هو هاجر هو وعيلته للاسكندرية. ثم سافر عمه للارجنتين سنة 1946 وسافر كامل وعيلته وراه سنة 1947. وسنة 1952 اتوفى والد كامل في الأرجنتين بالسكتة القلبية وتوفت أمه من بعده بست شهور. وفضل كامل لوحده يشتغل في تجارة القماش هناك. ديت شخصية إيلي كوهين الجديدة اللي رتبها له الموساد وتم تدريبه على طرق استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكي والكتابة بالحبر السري ودربوه كويس وحفظوه أخبار سوريا وأسماء قيادتها السياسية وحفظوه كمان أسماء وصور رجال الأعمال البارزين في سوريا وتعلم وحفظ القرآن الكريم وكل تعليم الدين الإسلامي. ويوم 3 فبراير سنة 1961 غادر إيلي كوهين إسرائيل بشخصيته الجديدة اللي هي كامل أمين ثابت وراح زيورخ ومنها راح لتشيلي ثم الأرجنتين. وفي الأرجنتين استقبلوا عملاء الموساد اللي دربوه لمدة سنة على طريقة الشغل وهناك بنى كامل أمين ثابت سمعته وسيرته الجديدة كرجل أعمال سوري ناجح فكون لنفسه علاقات محدش يقدر يشك فيها بالمرة، خاصة وإن كامل كان دايما بيتكلم عن وطن سوريا بحب ووطنية وحماس جدا وأصبح شخصية سورية مرموقة في الأرجنتين. وفي الأرجنتين اتعرف على العقيد أمين الحافظ اللي هو كان بيشغل منصب الملحق العسكري السوري اللي بقى بعد كده رئيس لسوريا
وكسب مكانة مميزة عند الجالية العربية في الأرجنتين، وكان بيقيم دعوات طعام فاخرة جدا بيدعو ليها الدبلوماسيين السوريين، وفي كل دعوة كان بيتكلم عن حنينه لسوريا ورغبته في ان هو يزور دمشق. ووصلت الإشارة من الموساد في يناير 1962 ابدأ التنفيذ، فأعلن كامل لكل معارفه ان هو خلاص هيصفي أعماله في الأرجنتين ويستقر في دمشق. وبعد شهرين فقط من إقامته في دمشق استقبل الموساد أول رسائل كامل أمين، وفضلت الرسائل ديت مستمرة بغزارة على مدى 3 سنين متواصلة بمعدل رسالتين على الأقل كل أسبوع. كامل أمين نجح في عمل شبكة علاقات مهمة جدا من ضباط الجيش السوري والمسؤولين الأمنيين وقيادات حزب البعث السوري، وكان متعود يزور أصدقائه في مكان شغلهم، وكانوا بيتكلموا معاه بكل حرية عن خططهم الحربية مع إسرائيل وعن كل حاجة تخص الشغل بتاعهم، وبيجاوبوه بكل أريحية وبساطة لو سألهم أي سؤال. ده لأنه طبعا كامل أمين ثابت شخصية سورية وطنية عاشقة لوطنها، وسيرته سابقاه قبل ما يوصل سوريا. كل قيادات سوريا بتشيد بيه وبتشيد بوطنيته، محدش يقدر يشك فيه للحظة واحدة، وكل المعلومات اللي بتوصل له كانت بتتحول فورا على إسرائيل، ومعاها قوائم بأسماء وتحركات الضباط السوريين بين مختلف المواقع والوحدات. ووصلت علاقات لدرجة أنه في سبتمبر 1962 خدوا واحد من أصحابه من قيادات الجيش السوري في جولة داخل التحصينات الدفاعية بمرتفعات الجولان، ونجح في ان هو يصور كل التحصينات هناك عن طريق كاميرا دقيقة محطوطة في ساعة ايده انتجتها المخابرات الاسرائيلية والامريكية. وسنة 1964 بعت كامل امين ثابت لقادة تل ابيب تفاصيل للخطط الدفاعية السورية في منطقة القنيطرة، وفي تقرير تاني بلغهم بوصول صفقة دبابات روسية من طراز T-54 وأماكن توزيعها وتفاصيل الخطة السورية اللي تم إعدادها بمعرفة الخبراء الروس لاجتياح الجزء الشمالي من إسرائيل في حالة اشتعال الحرب. وزاد نجاح كامل في مهمته خاصة مع توزيعه للهدايا على مسؤول حزب البعث السوري. كامل أمين ثابت تغلغل في سوريا لدرجة خطيرة، لدرجة أن الموساد الإسرائيلي كشف من فترة قليلة عن وثائق أرشيفية خاصة بأهم أسماء المسؤولين السوريين اللي قابلهم وصاحبهم وتوطدت علاقته بيهم، والشخصيات هي قيادات حزب البعث وقيادات الجيش السوري، وكل ده نشرته صحيفة يدعوته حرنوت الإسرائيلية من فترة صغيرة خالص. وكل القيادات دي نجح كامل في الحصول منها على أخطر المعلومات اللي بعتها لتل أبيب، ومن بين الشخصيات اللي صديقهم جلال السيد نائب رئيس الحكومة السورية، ومعز زهر الدين ابن أخت قائد الجيش وحاكم لواء إدلب، وجورج سالم سيف الملحق الإعلامي في القنصلية السورية في الأرجنتين، وعدنان الجابي وده طيار عسكري في الجيش السوري، وخليل عادل صفور وده جنرال مسؤول عن قسم الوقود في الجيش في دمشق. ووصل كامل أمين ثابت للرئيس السوري أمين الحافظ، وده طبعا ما كانش صعب بالمرة لأن كامل عرفه لما كان ملحق عسكري في الأرجنتين، زائد إن سيرة كامل أمين سبقته دعمته في علاقاته أكتر مع الرئيس السوري، وكانت له علاقات مع كل تجار وقيادات سوريا اللي كان بيعزمهم يوميا في الشقة عنده يشربوا ياكلوا يتبسطوا لحد الفجر. ووصل لمرحلة خطيرة جدا في سوريا لدرجة إن الكاتب الصحفي جابر رزق في كتابه المهم جدا اللي اسمه الإخوان والمؤامرة على سوريا قال ان إيلي كوهين اللي هو كامل أمين ثابت نجح ان هو يحكم سوريا نفسها من خلال علاقاته بقيادات حزب البعث، ومن خلال علاقته القوية برئيس الجمهورية أمين الحافظ، ومن خلال علاقته برئيس الوزراء صلاح البيطار ورئيس الحزب ميشيل عفلة. وقال الكاتب ده ان رئيس سوريا عرض على كامل أمين ثابت رئاسة الحكومة، وبسرعة كان لازم كامل يتصل بالموساد الإسرائيلي ويستشيرهم. والخطورة المسألة كامل أمين تواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي شخصيا وحذروه من قبول المنصب لأن معنى ذلك قرب قوي من الخطر، وهم عاوزين الخدمة إسرائيل من خلال شغله في الموساد. للدرجة دي وصلت خطورة وأهمية كامل أمين ثابت، وبرفضه رئاسة الحكومة السورية وتغزله دايما في عشق سوريا وحبه ليها المجتمع السوري أطلق عليه اسم الشاب الثوري، وكان الشخص المدني الوحيد اللي معاه ضوء أخضر يدخل المطارات والقواعد العسكرية السورية بلا رقابة أو محاسبة. وعشان دايما الكذب ملوش رجلين زي ما بيقول المصريين كان لازم الجاسوس الإسرائيلي يتكشف. في كتاب دماء على أبواب الموساد للدكتور يوسف حسن يوسف بيقول إن اللي كشف كامل أمين ثابت هو الجاسوس المصري رفعت الجمال الشهير باسم رأفت الهجان، ورفعت الجمال كان عامل للمخابرات المصرية واللي زرعته في قلب إسرائيل نفسها. رفعت الجمال قال من ضمن اعترافاته ومعلوماته اللي قدمها للمخابرات المصرية إنه شاف كامل أمين ثابت في سهرة عائلية بإسرائيل حضرها مسؤولين في الموساد، وقيادات الموساد قدموا كامل أمين أو إيلي كوهين لرفعت الجمال باعتبار إن هو رجل أعمال إسرائيلي في أمريكا وبيتبرع كتير لإسرائيل. وواصل رفعت الجمال اعترافاته وقال أنا كنت على علاقة صداقة مع طبيبة شابة من أصل مغربي اسمها ليلى، وفي زيارة ليها في بيتها
شفت صورة إيلي كوهين مع واحدة جميلة وطفلين فسألتها عنه، فقالت ده إيلي كوهين زوج أختي نادية، وهو شغال كباحث في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وهو حاليا في بعثة للعمل في بعض السفارات الإسرائيلية في الخارج. وقال رفعت الجمال في المعلومات اللي قدمها للمخابرات المصرية إنه في أكتوبر سنة 1964 كان في رحلة للاتفاق على أفواج سياحية في روما حسب تعليمات المخابرات المصرية. وفي الشركات السياحية اتلقيت بعض الصحف والمجلات اللي شفت فيها صورة إيلي كوهين، ومكتوب تحت الصورة دي إنها للفريق أول علي عامر والوفد المرافق ليه بصحبة القادة العسكريين في سوريا، ومعاهم العضو القيادي البارز الحزب البعث العربي الاشتراكي كامل أمين ثابت. وكان كامل أمين هو إيلي كوهين اللي سهرت معاه في إسرائيل. وبسرعة أخذ رفعت الجمال المجلة اللي نشر الصورة، والتقى مساء اليوم ده بقلب الأسد اللي هو ضابط المخابرات المصرية محمد نسيم، وكشف له كل المعلومات الخطيرة دي. وفي مكتب مدير المخابرات المصرية وكان أياميها صلاح نصر اتجمعت الحقائق والمعلومات حوالين إيلي كوهين. ومن القاهرة توجه حسين تمراز الضابط بالمخابرات المصرية في طيارة خاصة في نفس الليلة لسوريا، شايل طبعا ملف ضخم لإيلي كوهين عشان يسلمه للرئيس السوري أمين الحافظ. وبدأ الشغل المشترك ما بين مصر وسوريا. وفي يوم 24 يناير سنة 1965 تم إلقاء القبض على إيلي كوهين، وتم محاكمته في سوريا والحكم عليه بالإعدام. وفعلا تم إعدامه في ساحة المرجة وسط دمشق يوم 18 مايو سنة 1965. الجاسوس المصري المزروع في قلب إسرائيل رفعت الجمال قال إنه حضر جنازة إيلي كوهين في إسرائيل بين ضباط الموساد، وقال إن رجالة الموساد كانوا حزنانين جدا عليه باعتبار إنه هو كان أخطر رجالتهم. صحيفة يدعوت حرونوت الإسرائيلية كشفت إن الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين اللي تولى الرئاسة خلال الفترة من سنة 2014 لحد سنة 2021 اهتم بنفسه بإن هو ينقل رفات إيلي كوهين من سوريا عشان يندفن في مقبرة يهودية بإسرائيل، وتواصل فعلا مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا عشان يتوسط عند سوريا لتحقيق الطلب ده. وكانت سوريا دايما بترفض طلبات إسرائيل اللي تقدمت قبل كده بخصوص المسألة دي. وتعملت قصة حياة إيلي كوهين أفلام ومسلسلات في مرحلة تالية، ولازالت حروب المخابرات شغالة على قدم وساق ما بين أجهزة المخابرات العربية والموساد. وطالما في حياة في صداقة، وفي أيضا خصومات، وفي خونة، وفي أيضا وطنيين.